ايه؟ عامل شير سكرين، عامل شير سكرين. طيب عايزين ناخد النهارده الشباب، انتوا هتسيبوا ثلاث حاجات ما خدتهاش من المحاضره. الاري والفانكشن وكمان الديباجنج، ازاي نعمل ديباجنج في ايه؟ في الباش. فاول حاجه الاري، لان احنا بنيجي نتعامل مع اي لانجوج في البروجرامنج بنعرف الفاريبلز فيها، فاحنا عرفنا ان احنا عندنا ثلاثه فاريبلز. الفاريبل العادي اللي هو احنا بنعمله ديفاين، بان احنا نكتب اسم الفاريبل ايكوال بعد كده الفاليو، صح كده؟ وبعد كده قلنا ممنوع سبيسز بين الايكوال وبين الفاليو، او بين اسم الفاريبل وبين الايكوال. بعد كده عرفنا ان في عندنا الانفايرمنت فاريبل وعدها عارفينها من اللينكس، واي انفايرمنت فاريبل بتكون ايه يا شباب؟ كلها كابتن، صح كده؟ بعد كده عرفنا ان احنا عندنا في حاجات اصلا معمول لها ديفاين موجوده عندنا، زي الدولار استريك، الدولار 1، الدولار 2، الدولار 3، دول بيعرف الارجمنت الاولاني والارجمنت الثاني وكل الارج، صح كده؟ طيب النهارده بقى عايزين نعرف، احنا عايزين نعرف نعمل اري، نعملها ازاي؟ فاول حاجه ازاي نكريت اري؟ هلا خلاص بسيطه خالص، احنا هنكتب مثلا ماي اري اسم الفاربول، بعد كده نعمل ايكوال وهنفتح قوسين ونكتب الفاليو بينها سبيس، فهنعمل 1 2 3 4 حلو كده؟ ماشي. واكتب الفاليو اللي انت عايزها، 6 مثلا 7 لغايه الفاليو اللي انت عايزها. ينفع الاري دي، خلي بالك هي دي مش زي اي بروجرامنج لانجوج، ينفع هنا نعمل كده مثلا. فاهم قصدي؟ يعني ينفع نكتب سترينج جوه فاليو اي حاجه احنا عايزينها. طب ازاي بقى نطبع الاري دي؟ لو احنا عايزين نطبع الاري دي، الله خلاص هنعمل ايكو، بس في هنا مشكله، لو احنا عملنا علامه الدولار لماي اري يبقى كده الفاربل عادي، صح؟ تعالى نرن كده نشوف ايه اللي هيحصل. الفايل اللي انا فيه ده اسمه array باش. array underscore. لو احنا قلنا كده يا شباب هنلاقي ايرور، ليه؟ لانه ما فهمش ان دي ايه؟ الري ده، فاهم ان هو فاريبل بيطبع قيمتها، جه يطبع قيمه الفاريبل لقى ان دي مجموعه من الفاليوز، طب هو هيعمل ايه؟ فاحنا عايزين نفهمه ان دي الري بقى دي تعاملها مختلف، عشان نفهمه ان دي الري وتعاملها مختلف، فاحنا هنعمل هنا كل براكت وهنيجي نقول له هنا احنا عايزين نطبع ايه؟ اندكس رقم كام؟ لو احنا عايزين نطبع كلهم هندي له علامه الات. كده لما نديله علامه الاد وجينا الران من هنا؟ هنا؟ ايوه ماشي، بس انا مش عارف احركهم، مش عارف احركهم. نكتب العدد شوية، تمام كده؟ أي حاجة بس صح؟ ماشي. لو احنا طبعنا كده يا شباب اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الاري كلها ايه؟ الطبع، صح كده؟ زي الفل؟ طيب احنا كده طبعنا الاري كلها مره واحده، ينفع نطبع سبيسيفيك ايه؟ اليمنت. نطبع سبيسيفيك اليمنت ازاي؟ نديله هنا 0 او 1 او 2 او 3 او 4 زي ما انا عايز، صح؟ يبقى انا مش محتاج هنا لوب زي اي سي بروجرامنج او سي بلس بلس بروجرامنج علشان اطبع الاري. عندي علامه الاي ايه؟ ببدا اعد من زيرو في الاندكس عادي، اي اندكس زيرو.
بس انا هنا مش محتاج الوب عشان اطبع كل الداتا اللي جوه الاري صح ولا لا. انا محتاج هنا علامه الات هي اللي تخليني اطبع كل. ماشي تعالى نشوف كده لما نطبع الزيرو ايه اللي هيحصل. هنلاقي طبعا اول ايلمنت اللي هو واحد زي الفل. طيب لو انا بقى عايز اطبع كل الاندكس بتاعت الاري اعمل ايه؟ يعني زي ما الباشمهندس كده سال من شويه قال لك هو الاندكس بيبدا من كام؟ هل بيبدا من زيرو ولا من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثه؟ كل اللي انت هتعمله هتقول ماي اري وتحط هنا على علامه التعجب بس قبليه. بس كده اللي هيحصل. اه سوري. الله ينور عليك يا شباب. ايه؟ فهنلاقي هنا ان هو بدا اندكس 0 1 2 3 4 5. هنعرف كمان شويه ان انا ممكن اعمل الاندكس بمزاجي. يعني انا هينفع ادي الاري اوف 10 وادي لها فاليو. طب انا اعرف ان الفاليو دي في اندكس رقم كام ازاي بالطريقه دي؟ ماشي؟ يعني لما يجي وقتها انت حاسس ان هي ملهاش قيمه دلوقتي. هيجي وقتها وافهمك ان هي قيمتها جت فين. ماشي؟ طيب لو عايز اعرف لينس الاري، عايز اعرف اللينس بتاع الاري، اعمل لينس الاري ده ازاي؟ كل اللي اعمله بنفس الكونسيبت، احط هنا بدل علامه التعجب دي يا شباب الهاش. قال لي انت عندك 7 ايلمنت. طب اسال بقى سؤال، هو الايلمنت ده رقم كام؟ ده كده 0 1 2 3 4 5 6 صح؟ لو احنا ادينا له هنا علامه الهاش وبدل ما ادينا له ادي رحنا ادينا له هنا ايه يا شباب؟ رقم 6 مثلا. تفتكر الهاش دي مع رقم 6 تجيب لي ايه؟ الله ينور عليك، لينس اوف كاركتر. تعالى نكتب بس هنا تكست قبل عشان نبقى فاهمينها. اللينس اوف تيست. تيست دي بتتكون من كام حرف؟ 4 صح؟ تعالى الرن. قال لي بيتكون من 4 حروف. طب لو انا كنت اديتها رقم اندكس رقم 0، اندكس رقم 0 ده رقم صح؟ بيتكون من كام كاركتر؟ 1 صح كده؟ زي الفل. واضحه يا شباب؟ حد مش فاهم؟ حاضر. اولا انت عارف انت فهمت ليه احنا اولا حطينا الكيرل براكت دول؟ الكل براكت دول عشان افهم ان الماي ار اري دي اري مش فاريبل عادي. طيب وبعد كده رحت على فكره لو هو فاريبل عادي ممكن احط الكل براكت عادي، دي طريقه في الطباعه عادي مش هتديني ايرور. بس اللي فهم ان هو اري السكوير براكت بعلامه الات. تمام خلاص دي كده بطبع كل الاري. يبقى انا مش لازم الوب على الاري عشان اطبعها كلها صح كده متفقين؟ قول يا باشا. ايه؟ بنعمل ريكورد. ايه هو؟ جوه سكوير براكت. سكوير براكت زي بتاع الاري. سكوير براكت علامة الاب كده. كده تعال نجرب المرة. ايه الدايرة؟ خلي بالك الباش انتربريتر، عارفين الفرق بين الانتربريتر والكومبايلر؟ الانتربريتر بينفذ سطر سطر. تمام ماشي شكرا. انما الكومبايلر لو رايق ايرور مش هينفذ اصلا الران، فاهم قصدي؟ طيب علامه التعجب عشان الباشمهندس. بعد كده هنا طبعا الاندكس تمام صح؟ بعد كده حطينا هنا ليه علامه التعجب دي؟ علامه التعجب دي بتقول لي هو كل عنصر دي الاندكس بتاعها ايه؟ بمعنى عارفين الديكشنري؟ او الطابل او يعني في داتا تايب مختلفه ينفع اديها كيو فاليو. فالاري دي عباره ايه؟ انت فاهم كونسبت عموما ان يعني في اي بروجرامنج لانجوج الاري هي عباره عن اندكس 0 وفاليو، اندكس 1 وفاليو، اندكس 2 وفاليو صح؟ في الباش انا ممكن ما اعملش كده، في الباش انا ممكن اعمل اندكس مينا مثلا والفاليو بتاعته تيست. اندكس مثلا تيست والفاليو بتاعته محمد. فانا دلوقتي لو عايز اعرف الاندكس مش الفاليو اعرفها ازاي؟ عشان اعرف الاندكس بس بحط علامه التعجب دي.
قبل اسم الاري وبعد كده بديها اد، فكده بيجيب لي الاندكس بتاعي. لو عايز اعرف اللينس بحط علامه الهاش. طيب هل ينفع دلوقتي بدل ما استخدم لوبينج اروح مثلا اعمل ريتريف لحاجات معينه سبيسيفيك؟ قال لك اه. قال لك احنا عملنا ايكو هنا مثلا، وجينا عملنا علامه الدولار ات، وجينا هنا رحنا قلنا ان الاري بتاعتنا هي ماي اري. انا عايز كل حاجه هبدا من الاندكس رقم 2 وعايز 2 بعده، من اندكس رقم 2 وعايز 2 بعده. فكده هيجي من اول اندكس رقم 2 اللي هو 3 شباب، وهيجيب 2 ايه من بعض. ما سيفتش، بس اسيف وران. راح جاب لي 3 و4 يا شباب صح؟ فجاب لي 3 و4. طب لو جيت قلت له انا عايز من اندكس رقم 2 وعايز 3 اليمنت، هيجيب لي كام؟ 3 و4 و5 صح كده؟ مفهوم يا رجالتنا؟ طيب بنفس الكونسبت انا ممكن كمان على التيست اروح، لو انا في التيست مثلا ده يا شباب التيست دي متكونه من اكتر من حرف صح؟ فاروح حاطط عليه كونسترين كمان يجيب لي كام حرف من التيست. فانا ينفع العب بالاري زي ما انا عايز. وصلت؟ حاضر. انا دلوقتي لو عايز اطبع اي اليمنت في الاري بنعمل ايه؟ بنعمل لوب صح؟ في اي كونسبت بروجرامنج بنعمل لوب. قلنا هنا احنا مش مضطرين نعمل لوب، ينفع نعمل لوب وينفع ما نعملش. طب مش عايزين نعمل لوب هنعمل ايه؟ هنعمل ايكو علامه الدولار اسم الاري وبين القوسين اللي هي بين السكوير براكت علامه الاد. طب افرض انا بقى عايز ما اطبعش كل الاليمنت اللي في الاري، عايز اطبع العنصر الثاني والثالث والرابع بس، ما ابداش من الاول. ففي الكونسبت بروجرامنج بنعمل ايه؟ بنعمل لوب، وبنيجي جوه اللوب بنعمل اف كونديشن ونقول هو انا في اللفه الاولانيه اه مش هطبع، في اللفه الثانيه اه انا محتاج اطبع، في اللفه الثالثه اه هطبع، في اللفه الرابعه هطبع صح؟ هنا بقى بنعملها من غير كونديشن اصلا ومن غير اف ولا فور. بنعمل ايه؟ بنقول ابدا من الاندكس رقم 2 واطبع لي ثلاثه بعديه. فالاندكس رقم ده الاندكس رقم 0، ده الاندكس رقم 1، ده الاندكس رقم 2 صح؟ اللي هي رقم 3 دي. طيب هيطبع 2 بعديها فياخد 3 و4. طب لو هياخد 3 بعديها 3 و4 و5. وصلت؟ لا هنا بقى لوبينج. هنا لوبينج. لوبينج او هتلاقي ليه بقى ريجكس، ليه ريجكس في التوتوريال بتاعك. بنفس الكونسبت هنا، انت هتمسك التيست دي وتقول له انا مثلا عايز اوف 6 مثلا هنا، واخد منها كام بقى؟ وصلت؟ طيب ازاي ابند في الاري؟ قول. ده سؤال حلو. لو انا قلت له عند اندكس، احنا على الاخر اندكس عندنا 6 صح كده؟ تعالى نروح نشوف اللي هيحصل. جاب لي تيست وراح سكت. بالعقل كده طول ما الاري ديناميك يبقى هو هيعرف يهندل الموضوع ده. لو هي ستاتيك يبقى صعب يهندل الموضوع ده. لو هي بتتخزن في الميموري قبل ما هو بيرن فهو صعب يهندل الموضوع ده. فمعظم الديناميك اريز انت هتعرف تحل المشكله دي. ينفع تشيل وتحط وتضيف زي ما احنا دلوقتي هنأبند في الران تايم، انما احنا في الاستاتيك اري ما بنعرفش نعمل كده. فاهم قصدي؟ طب ازاي بقى نأبند في الاري؟ ازاي نضيف عنصر في الاري؟ نأد اليمنت. قدامنا طريقتين. اول طريقه ان احنا نأبند يعني ايه؟ يعني نضيف اليمنت من اخر اليمنت احنا ضفناه. فهنقول ماي اري وهنعمل بلس ايكوال وهنفتح قوسين ونقول مثلا احنا عايزين نضيف مينا وعايزين نضيف محمد عشان الوحده الوطنيه صح ولا لا؟ وهنعمل ايكو علامه الدولار لماي اري
وكده ايه صح كده يا شباب؟ نعمل كومنت على القديم ولا عشان ما نتلخبطش؟ زي الفل. فكده احنا متوقعين يطبع لي ايه؟ هيطبع لي 1 2 3 4 5 6 وبعد كده تيست وبعد كده هيضيف لي مينا وايه؟ ومحمد عليهم صح كده؟ بان ولا لا يا شباب؟ زي الفل. طبعا السي اللي انا بدوسها دي انا عامل الياس. عامل الياس للكلير، ما بكتبش كلمه كلير فعامل الياس عشان ما حدش يقول ده بيعمل سحر ولا حاجه. عامل كده يا شباب. عامل الياس سي للايكوال كلير. حد يتفرج على الريكورد يقول ده مجنون ولا ايه؟ جهازه ملبوس. طيب الطريقه الثانيه ايه بقى؟ ان احنا نقاد بالاندكس. بمعنى طب معنى مثلا ان احنا عايزين نضيف ماي اري اوف مثلا 10 بتيكوال مثلا 20 فساعتها كده لما احنا هنيجي نطبع الاري يا ريس هنلاقي يضاف لي هنا 20 صح؟ باخر ايلمنت حد يقدر يقول له تلت التلاته كام؟ بس الاندكس بتاع رقم 20 ده يعني امشي كده معايا واحد ده 0 ده 1 ده 2 ده 3 ده 4 ده 5 ده 6 وده 7 وده 8 باللي احنا شايفينه ده المفروض يكون ده 9 بس ده 10 صح؟ طب انا عايز اتاكد تيجي بقى هنا فايده ايه؟ حته الاندكس دي علامه التعجب. وصلت؟ لا لا شوف بقى العجيب بقى شوف العجيب والسحر. لو انا جبت لو انا جبت دلوقتي اللينس شوف الامبلمنتيشن بتاع البروجرامينج المفروض تقول لي ان اللينس يكون 11 عشان الاندكس ب 10 صح؟ في الحقيقه بص كده الاندكس ب 10 بس. طب كده انا ما اعمل لوبينج اصلا وهنلحق ايه؟ حاضر حاضر ثانيه ما انت ما احنا اتفقنا احنا مش محتاجين لوبينج. لو قررت ان انا مثلا عايز يبقى لازم تمشي بقى بالطريقه العاديه. لازم تمشي بالطريقه العاديه. او هقول لك على حاجه ثانيه هقول لك على حاجه ثانيه انت ممكن تعمل فور. هقول لك على طريقه ثانيه انت ممكن تعمل فور بعد كده مثلا هنا حرف التي ان على دي يا ريس كده صح ولا لا؟ كده انت لوبت عليه بس من غير اندكس عشان الاندكس هيوديك في ده ما تعرفش تلوب عليها بالاندكس انت لازم لازم تلوب عليها بالفور ان. بالفور ان سؤال حلو تعال نجرب ماشي هجرب دي بس هشوف زميلك كان عايز ايه معلش الناس كنت بتسال في ايه ليه مش 11؟ حلو، ليه مش 11؟ عشان احنا جينا عملنا جامب لإيلمنت احنا ما ضفناهوش. احنا جينا هنا قلنا ان احنا هنضيف إيلمنت رقم 10. طب في إيلمنت رقم 9. فاهم قصدي؟ افتكرت انت قلت 20 هي لا حاضر. هو دلوقتي في مشكلة احنا في مصر. الإندكس حاجة والسايز حاجة. الاندكس بادئ 0 1 2 3 لغايه 8 وبدل ما يقول 9 ما قالش 9 قال 10 بس السايز الحقيقي السايز الحقيقي هو 10 اليمنت انما انت لو قريت الاندكس اخر اندكس 10 فانت تعرف ان السايز 11 وصلت؟ يعني الاندكس ما بيدلش على السايز من الاخر فهمتني؟ مش معنى انه اخر اندكس هو 10 يبقى السايز بتاعه 11 مش ضروري قول هنجربها مع باشمهندس لو ايه؟ هي اوفر رايت عادي
لو ايه؟ اه فهمتك، لو انت عايز تشوف اخر ام دي اكس وتحطه فيه يبقى تستخدم بقى اللي هي دي. اللي هي دي. اللي هي بتبوش دي. اللي هي بتابند. اللي هي بتابند على اخر المنت على طول. تعالى بقى نجرب ونشوف هو الاندكس هيكون بتاعه ايه؟ زي ما الباشمهندس سال وزي ما الباشمهندس سال. دلوقتي الباشمهندسين اتجننوا. قالوا طب احنا لو احنا دلوقتي رجالتنا عملنا كده. جينا اخذنا الاليمنت ده وزودنا عليه تاني. ماشي؟ فنقول مصطفى وابنوب عشان واحده بطلنا برضه. محدش يزعل. صح كده؟ زي الفل. تعالى بعد كده بقى نطبع الاري كلها ونطبع الاندكس ونطبع السايز. ايه اللي حصل يا رجالتنا؟ بص كده اللي حصل ايه؟ بالراحه كده عشان الناس ما تتلخبطش. احنا اول حاجه ضفنا محمد و10، محمد و20. 20 دي متضافه في الاندكس رقم 10، صح كده؟ متفقين؟ جه مشي عادي 8 و10 وكمل عادي، صح؟ لما جبنا ضفنا مصطفى وبنوب ما فهمش ان احنا عملنا سكيب للتسعه. كمل على اخر اليمنت عادي 11 و12. بس زي ما انا قلت لك انا ما ضفتش بالطريقه بتاعت الكيرل براك بتاعت السكوير براك، انا ضفت بالايه؟ بطريقه الابند اللي هي بلس ايكوال عشان يشوف اخر اليمنت ويضيف عليه. انما كان انا ينفع اعمل كده ماي اري اوف 9 ايكوال. المره دي بقى عايزين ايه؟ اي حد مميز باشمهندس 20. حد يقدر يقول لي ثلث الثلاثة كام؟ انا كده حطيت في اندكس رقم 9 باشمهندس 20، صح ولا لا؟ كده بقى مالوش دعوه هو اخر اليمنت ايه والاليمنت والسايز واللينس والكلام ده، والاندكس كده هيكون 9 عادي. مكان التسعه هيبقى في النص، هيجي هنا. اه اه مش حضرتك قلت الاندكس مش هتخلي الرقم ممكن يبقى سترينج يعني؟ اه اه اه. لو عملت هنا سترينج هو تقريبا في الامبلمنتيشن وانت بتعرف. يعني انت وانت بتعرف هنا لازم بتقول تقريبا الاندكس ليها سنتكس يعني في الكتابه، ليها سنتكس مختلف شويه في الكتابه. بتقول الاندكس وبتركن هنا، بس تعال نجرب يعني تعال نجرب كده. اعتقد هتشتغل. قصدي ان احنا لو عملنا يعني لو اخر واحد والله كان سترينج. فهمت. يبقى ساعتها بقى انت هتدي له هنا هو هيكمل ارقام عادي. هيكمل اه يا اما انت تدي له بقى انت الفاليو بتاعك. فاهم قصدي؟ يا انت تدي له الكي بتاعك اللي هو التكست يا اما تدي له هو هيفهم ارقام بس. لو انت اديته الكي التكست هيعملها لك كي. لو انت ما اديتهولوش هيعملها لك ارقام. بالظبط. زي الفل. طيب خلي بالك بقى ان احنا ممكن هنا نيجي نمسح عنصر معين. بمعنى احنا ممكن نيجي نعمل هنا ان سيت. قول بكي. اه ايه؟ لا هو كان بيسال بيقول لي دلوقتي انا لو عامل الاندكس بتاعي مش بارقام بسترينج ينفع في السنتكس اه ينفع. ماشي؟ بس هو بيتكتب بطريقه معينه. حلو؟ طب هو دلوقتي بيسال بيقول لي طب انا لو ما دخلت شويه باسماء ورحت مره واحده ما دخلتلوش الكي باسماء الاندكس باسماء هيعمل ايه هو؟ قلت له لو هو دخل انت دخلت باسماء هيفهم الاندكس بتاعتك باسماء. لو انت ما دخلتلوش هيفهمها ارقام. فهمت؟ بس. اه هيعدي من زيرو لو انت ما كنتش دخلت له اي اندكس تاني. طيب لو يعني لو اه اه طبعا هيشتغل عادي. اه اه هيشتغل عادي وهيتحط في رقم 29. انا هنا مثلا مثال زي ده انا ينفع امسح عنصر معين. فانا همسح مثلا العنصر الاولاني انست زيرو. تعال بقى نطبع الاري بعد الديليت. الانست دي يا شباب الديليت تمام؟ فتعالى مثلا نكتب هنا عشان ما نتلخبطش. افتر ايه؟
ديليت. راني بقى معلم. بعد الديليت يا شباب هنلاقي ايه اللي حصل. المبادئ برقم 2 بدل ما كان هيبدا برقم ايه يا شباب؟ 1. والاندكس بدل ما بدا برقم 0 بقى رقم كام؟ 1. وصلت؟ يعني حتى الاندكس اتمسح. ليه؟ علشان انا مسحت الاندكس. بقى هيبقى الاندكس ده بيشاور على ايه؟ على على ايه بقى؟ لا 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 ما تروحش، لا تروحش، مش هيفهمها دي، لا اعرفها. وصلت؟ ايه بالظبط؟ هو شبه اللينكد ليست بقى. هو فعلا شبه اللينكد ليست، اكزاكتلي شبه اللينكد ليست. زي الفل. طيب لو احنا بقى عايزين نلوب، عايزين نلوب على الاري، عندنا طريقتين، معرفش انتوا اخدتوا الطريقه اللي هي بتاعت السي ستايل ولا لا. طيب عشان اكتب بالسي ستايل يا شباب، عشان اكتب بالسي ستايل بحط الفور، وبدل ما اعمل بقى الان والكلام ده بروح حاطط 2 كوسين فانكشن، وبعد كده انهي ب2 كوسين فانكشن، بكتب الفور ستايل بتاع السيلوجرامينج اللي هو الانشلايزيشن هنا، وبعد كده هنا اكبر من اللينس، وبعد كده هنا ايه الجي بلس بلس، وانكلمنت عليها عادي زي الفل. او استخدم بالطريقه بتاعت الفور والاي ان عادي، صح كده؟ طيب تعالى ناخد مثال، مثلا بندو في حاجه شبهه في اللاب. تعالى مثلا ناخد الصم مثلا، تعالى نعمل صم. تعالى بس نعمل كومنتات للحاجات دي. عارفين نعمل ازاي مالتي لاين كومنت كده؟ المالتي لاين كومنت كده، اصل ده سنتكس جديد في الباش. لو عايز اعمل مالتي لاين كومنت كان الاول ما ينفعش، بس دلوقتي بقى ينفع. بتعمل كده كولون وبعد كده سنجل كوتيشن وتقفل سنجل كوتيشن، ده المالتي لاين كومنت. هنعمل بقى كومنت للكلام ده. زي الفل، احنا كده عاملين كومنت لكل حاجه. تعالى يا باشا، لو انا عملت لك اري، الاري دي فيها 1 2 3 4 5 بس، حلو كده؟ وعايزين نجمع مجموع الاري دي، عايزين نجمع مجموع الاري دي، فبنعمل ايه في البروجرامنج؟ لو معاك اري وعايز تعرف مجموع الاري دي كلها بنعمل ايه؟ بنعرف فاريبل اسمه سم، السم ده بيكون ايكوال 0 صح؟ وبعد كده هقول فور مثلا اي ان علامه الدور على الاري، صح كده؟ وهنا الات، فكده الخارج من الاري دي يا شباب مجموعه من الاليمنت، صح؟ الفور هتلف على اليمنت اليمنت وتجيبه زي الفل. وبعد كده هاجي هنا اعمل دو واقفل الفور بدن، صح كده يا شباب؟ واجي اعمل هنا ايه؟ هقول ان السم بتيكوال ايه يا شباب؟ السم زائد علامه الدولار اوف اي، صح كده؟ الكلام ده ينفع ولا لا؟ الله ينور عليكم. احنا عندنا الباش باي ديفولت بيفهم الفاريبلز كانها سترينج، عشان اخليه يفهم ان هو فاريبلز انتجر بنعمل ايه؟ كاستنج. فالكاستنج بيبقى ازاي هنا عندنا؟ كده. او تعمل بالظبط، او تعرف بقى بالسنتكس الجديده، السنتكس الجديده، صح كده يا رجالتنا؟ بس انا بس طالب بقول لك ده الكاستنج. انت لو انت عايز تعمل كاستنج في اي لانجوج من سترنج لانتجر بتعمل ايه؟ بتروح عن قوسين وتكتب فيه الكاستنج اللي انت عايزه، ده شبه الكاستنج بالظبط حرفيا. يعني احنا بناخد الفاريبل بدل ما هو مفهوم ان هو سترينج بنخليه انتجر بس، عشان هو الباش باي ديفولت كده، باش باي ديفولت اي فاريبل حلو.
في بعض اللغات يا شباب، في بعض اللغات ما بتفهمش اصلا الدات تايب، ما عندهاش حاجه اسمها دات تايب. يعني احنا مثلا في الجافا سكريبت، الجافا سكريبت بنقول مثلا داتا تايب قبل اسم الفاربل، ولا بنقول فار او ليت اسم الفاربل على طول، بس هو ذاك لدرجه انه بيديتكت هو من انهي نوع. بس هو في الاول في الاخر في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها انواع، وكل نوع اسمه اوبجكت، صح ولا لا؟ وهو بيبتدي يديتكت بحاجات معينه كده، هو ده ايه شبيه لايه، فاهم قصدي؟ هنا ما فيش حاجه اسمها ران تايم كاستنج، هو ما عندوش ران تايم كاست، هو مش ساكت كفايه يفهم ده ايه، فاهم قصدي؟ فمش قادر يفهم انه ده انتجر، واللي انت عايز تعمله ده ما تعملش بيه كونكات لسترينج. ما هو البلس دي هو فاهمها كونكات سترينج، هو عايز يفهمها حاجه ثانيه غير كونكات سترينج، فلازم تعمل له كاستنج ان دي ارثماتيك اوبريشن. يعني هو بيستخدم الاري اللي جواه سترينج، اي فاريبل جواه سترينج، واي بلس هيبقى كونكات سترينج. الاري ذات نفسه الداتا اللي جواه سترينج لازم تتعامل معاها بالكاستنج برضه. طالما هتستخدم اي ارثماتيك اوبريشن، هنا في مشكله انت مش واخد بالك منها ايه؟ انه عندنا الاستريك ده كاركتر احنا بنستخدمه، يعني الاستريك دي مش ضرب، هو مش فاهمها ان هي ضرب، هو فاهمها ان هي كاركتر هو ممكن يستخدمه زي علامه الدولار استريك، صح ولا لا؟ فهو في شويه سبيشال كاركتر هو فاهمها ان هي كاركتر، مش دي مش فاهمها ان هي ضرب، مش زي اي بروجرامنج لانج مش عليها فاهمه ان الاستريك دي ضرب. وصلت؟ السلاش دي ليها معنى عندنا في الـ في الـ في الديسبلاي في الايكو، لو حطيت ايكو علامه السلاش اللي هي الاسم يعني، وعملت الدولار اسم الفاربل كده، بتقول له سكيب علامه الدولار وهيطبع لك تكست عادي. فكل سبيشال كاركتر عندنا من الاسمات الكوبريشن ليها معنى عندنا في الباش. طب هو ازاي بقى يفهم ان دي بالمعنى اللي انت عايزه، ولا دي بالمعنى الارثماتيك؟ لازم تعمله كاستم. وصلت؟ احنا لو عملنا هنا بقى ايكو علامه الدولار سم يا شباب اللي هيحصل؟ هيجيب لك مجموعهم ايه؟ 15. نفس الكونسبت، مش هنغير اي حاجه لو خليناها ضرب، صح كده؟ بس محتاجين نخلي بدل السم دي بتبقى بواحد، صح كده؟ جاب لك ايه؟ ضربهم بنفس كونسبت الفاكتوريال يعني. قشطه؟ سهله؟ زي الفل. ناقص لنا حاجتين ويبقى خلصنا الاري. ايه؟ احنا كل اللي احنا بنعمله ده الاري ستاتيك. احنا كاتبينها بايدينا بنغير فيها دايناميك كارن شغالين. انا عايز بقى اخدها من اليوزر. لو اخدها من اليوزر ازاي؟ عندي حاجه اسمها الريد اللي هي بتاخد انبوت من اليوزر، صح؟ عندي الداش ايه بقى؟ الداش ايه دي هي اللي بتقول له ايه؟ ان انت هتاخد انبوت تخزنه في ايه؟ في اري. فمثلا تعالى مثلا كده بص كده بصه. هنا مثلا بتقول له ايه؟ ريد داش بي انتر اري داش اي اكس. دي معناها ايه؟ معناها ركز بقى عشان انت في البروجكت. تروح انت لاي كود مثلا في داش بي بيعمل كده. فانت جبت ران لقيته فاهم ان هو انت شايفه ان هو تمام. انت بيعمل حاجه اللي انت عايزها. بس انت ما فهمتش ان الداش بي دي بتعمل ايه. ماشي؟ وكان في حد مش فاكر عزت ولا كان مين في اللاب في لاب 1. ايوه انت. فبقول له الداش بي دي بتعمل ايه؟ قعدت ربع ساعه بقول له الداش بي دي بتعمل ايه؟ اللي هي كانت مؤامره كده ما كانتش شغاله. طب هي الداش بي دي بتعمل ايه؟ الداش دي بي يا شباب انا لو كتبت دي هنا ريد واي خد مني انبوت، صح؟ بس ما قاليش دخل الانبوت، صح؟ بس احنا طبيعي يعني انا دلوقتي لو كتبت هنا مثلا خمسه، سوري كتبت هنا خمسه وبص انتر، تمام. لو جيت سالت ايكو علامه الدولار واي خمسه، مفيش اي مشكله، الانبوت شغال والدنيا تمام. الدنيا ما هتجيش عشان كان في ناس بتقول الدنيا تمام الدنيا تمام. بس دلوقتي طبيعي ان انا قبل اي ما اخد اي انبوت من اليوزر اقول له لو سمحت دخل الانبوت ده، صح؟ فانا قدامي حاجتين، يعمل له ايكو واقول له لو سمحت انتر يور نمبر، وبعد كده ارن بعديها الريد مثلا واي، بس هحط هنا بس سبيس واعمل كده. فايه اللي هيحصل يا شباب؟ هيجي لي انتر النمبر، وبعد كده قاعد مستني اخد الانبوت، صح؟ بس انا عملتها وقت الكومان الايكو وبعد كده الريد، صح؟ الداش بي بقى بتخليك تعمل الحاجتين دول في نفس الكومان، تدي له برومبت مسج تطبع لك قبليها، وبعد كده تستنى انت تاخد انبوت منين يا باشا؟ من اليوزر.
نعم الداش اي دي عشان يخليه ياخد الري بدل ما ياخد بلب العادي. فانت نعمل دلوقتي الداش اي دي لو انا ما كتبتهاش وقلت له الاكس يبقى كده الاكس ده فاريبل عادي صح؟ مش اري صح ولا لا؟ فانا لازم افهمه ان دي اري صح ولا لا؟ فانا لو جيت هنا بدل بقى بعمل التو كوماند دول انا ممكن اخد المسج اخد المسج دي كده يا شباب كده راح ماسح ده كده والايكو خالص وراح قايل داش بي هنا وراح كاتب البرومبت مسج اللي كانت الايكو بتعمله فاقول لو سمحت انتر ايه يا شباب؟ يور نمبر حلو كده؟ وراح داش انتر ايه اللي هيحصل؟ هيستنى مني الرقم اكتبه واديله انتر فاهم؟ انا لو انا سالتك في البروجكت وانت ما عرفتش الداش بي دي بتعملها تعمل ايه؟ هيبقى في زعل يبقى انا فاهم انت قصدك يعني بصمجي وش زي ايه بقى برضك عشان تبقوا عارفين الايكو داش ان والايكو داش اي هات لكم بتستخدموها كتير قوي في البروجكت وانا راح سالك اقول لك ايه الايكو داش ان وايه الايكو داش اي ماشي على الاقل تبقى عارف ليش طيب تعالى بقى ناخد الريد الريد داش ان اكس يا شباب حلو ايه اللي هيحصل هنا؟ كده مستني منك انبوت بس الانبوت ده مش انبوت باربل عادي صح؟ مستني منك اري فانت قلت له 1 2 3 4 5 مثلا وهنا تيست. ضفت امتى؟ حلو؟ لو عايز بقى اطبع الباربل دي اعمل ايه؟ ايكو علامه الدولار الكيرل براكت اكس علامه الايه؟ الاد. ده يا شباب؟ وراجع لك قال لك 1 2 3 4 5 وادي هنا ايه؟ التست بس هو جمع معاه الباص عشان انا حبيت الناس كده كنت شايف على كده. اشتغل؟ ده الفل؟ الداش ان دي بتعرف ان الانبوت اللي جاي لك ده الري. يعني بدل ما انا دلوقتي لو عملت كده ايه الفرق بين ريد اكس كده والفرق بين ريد ايه داش ايه اكس؟ ده بربر عادي ده الري. قشطه؟ طيب هيبقى برضك مطلوب منك في اللاب ان انت تاخد انبوت من اليوزر في الري، انا مش عايز الطريقه دي. عايز بقى الطريقه ايه؟ ان انت تستخدم بقى الفور عشان يعقدك اكتر وتلاقي سنتكس ايرور كتير. فتبقى بنحلل اللاب بتاعنا. فمثلا هيبقى الكونسبت ازاي؟ هنعمل ريد داش بي انتر اري لا سوري مش هتبقى كده انا اول انا اخش بالسايز بالسايز الاري وبعد كده هتفور له بالسايز وتدخله في اليمنت اليمنت الاري قشطه سهله واضحه دي ماشي بعد الدو اهي ما انت كده بتدخل الاري من الاندكس ما انت دلوقتي انا عايز اليوزر يدخل ايه فانت اليوزر هيتروح اول حاجه ساله انت عايز سايز الاري كام؟ هيقول لك 10 بعد كده هتقول له خلاص دخل لي الاندكس الاولاني وقاعد مستني اليوزر يدخلك الرقم الاولاني هتدوس انت فاليو بعد كده تدوس انت تتخزن في الاندكس الاولاني بعد كده يسالك على الاندكس اللي بعده بعد كده على الاندكس اللي بعده الاندكس اللي بعده الاندكس اللي بعده يسالك على اندكس اندكس يعني ما تدوش الاري كلها على بعضيها وصلت؟ كده خلصنا الاري نركب بسرعه عليها الخلاصه هنا بنعرف اري بنعمل اي ار وصلنا ايه فانكشن بعد كده بنحط الانشالايز فاليو بتاعت الاري بتاعتي لو عايز اطبع سبيسيفيك او ريتريف سبيسيفيك فاليو من او سبيسيفيك اليمنت بنقول علامه الدولار بعد كده كلمه فاليو بعد كده الاري رقم الاندكس صح كده؟ لو عايز اريتريف كل الداتا اللي موجوده في الاري يبقى علامه الاد. لو عايز اريتريف الاندكس يبقى علامه التعجب.
الانتريفل لينس علامه الهاش اوفر رايت على اندكس معين زي البروجرامنج لانجويج العاديه ابيند او حاجه على الاري هتبقى بلس ايكوال. بيقول لك هنا خلي بالك لو انت عملت فاريبل اسمه اس ار بايكوال علامه الدور ال اس علامه الدور ال اس دي الاوتبوت بتاعها هيخزنها لك سترينج بس السترينج ده ما بينه سبيسز وصلت؟ فدي مش اري سترينج بس هي ينفع تقرا عليها عادي بس خلي بالك من الفرق يعني. اما لو انت عايز تخزن اوتبوت الكوماند بتاع ال اس اري تحط قوسين قبليه قوسين فانكشن. حاضر الابند دي بتعمل ايه؟ بلس ايكوال ان 4 دي هتشوف انت اخر ايه من ايه وتزود على الاندكس بتاعه وتحط فيه رقم 4. طيب لو عايز اريتريف داتا معينه بقى سبيسيفيك ابدا من 2 وانط ب3 وهكذا هيبقى بالسنتكس ده. خلاص كده الاريه يا شباب؟ انا ما قلتوش؟ ماشي الريبليس الكلام ده كله في موضوع سايز انت جات في الفايف انا بعمل ريكورد بعمل كل ده جات في الفايف طيب دي برضه سنتكس كده بيجكس كده بيعمل ريبليكس معنى ايه بقى؟ تعالى كده قول مثلا هنعمل ريد لداش ايه اكس حلو وانا هدخل له واحد 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 عادي هيوفر رايت هيوفر رايت هيوفر رايت عليه ماشي ركز معايا انا دخلت مجموعه من الواحد ومجموعه من الخمسات صح؟ ممكن بقى اجي اقول له انا هعمل فاربل جديد اسمه واي الفاربل الجديد اللي واي ده اري هتاخد الاكس اري اللي اسمها اكس ماشي يا باشا كلها بس لو سمحت اعمل لي ريبليس بكل الوحايد تبقى كلها خمسات. طب انا مش عارف ازود هنا ممكن اعمل لك ماجنيفاير كده مؤقتا على الترم. حلو كده؟ طيب فانا كده بقول ايه؟ يا واي انت هتقولي اري هتاخد الاري القديمه بتاعت اكس وبتبني لي كل الوحايد اللي فيها بخمسات. قشطه لما ادوس بقى انتر كده واجي اطبع ايكو علامه الدولار واي اللي حصل وصلت فانت دي ممكن تبقى انت بتاخد انبوت من الاري وقبل ما تحط تاخد الانبوت ده لو الراجل دخل زيرو مثلا تحطها انت بوحايد فانت تاوفر رايت على الايه؟ على الداتا اللي بتجي له من غير ما تعمل اف كونديشن ولا اي حاجه ده سينتاكس يعني طبعا ما حدش هيقعد يقفل السنتكس بباش يعني اقعد بقى ريجكس وحاجات الصبح يعني بسبب ايه بقى بفتح دماغك يعني فاهم قصدي بقول لك يعني الحاجات دي موجوده والدنيا شايف يعني بص عليها قشطه الباش من الحاجات المهمه جدا جدا في الديب اوبس يا شباب زي الفل ها بص يا ريس جيت قلت له عملت فاربل اسمه واي حلو الواي ده هيكون اري الاري دي هتعمل فيها ايه؟ هناخد قيمه الاري بتاعت الاكس حلو قيمه الاري بتاعت الاكس ونبدل كل الوحيد اللي فيها بخمسات بس معانا اري اكس حلو الاري دي فيها ايه؟ ثلاث وحايد وخمستين انا عايز ابدل كل الوحايد دي بخمسات فقلت له لو سمحت اعمل ريبليس لواحد سلاش خمسه مش انتوا اخدتوا ده يا شباب في الفي اي اخدتوها في السد صح في السد صح وكنا بنعمل هنا بالاماره جي لو هي جلوبال صح سلاش جي صح انا كده الواي دي هتبقى هي فيها قيمه اكس متبدله كل واحد فيها ب 5 السد لا ما بعرف الاوك هي اللي نعرف فيها فاربلز نكتب فيها سي بروجرام لو شغال في سكريبت يعني او انت ايه؟ هتبقى اكس هنا هتقوم رايت على الاكس مفيش مشكله ضن كده الاري حد عنده مشاكل يشوف الاري
الدنيا مفهومه ولا مع قادرين الدنيا ولا ايه؟ زي الفل. قول يا باشا. هو الفانكشن فيها حاجتين يعني، فيها حاجتين صغيره يعني. ناخد الفانكشن، ناخد بريك، بعد كده ده بتاع الاسئله بس. هنلاقي منهم اتنين دلوقتي، وهحل لك الثالثه دلوقتي في الفانكشن. ده لو ركز بس خلاص حليت اللاب يعني. ايه؟ بعد الدور؟ عايز تبعته بعد؟ بعد؟ ماشي. طيب ازاي بقى نعرف فانكشن؟ ازاي نعرف فانكشن في الباش؟ عندي طريقتين. ايه؟ نكتب كلمة فانكشن، عندي طريقتين. أول طريقة أكتب اسم الفانكشن على طول، فبقول هلو كده يا شباب، وأكتب مثلا هنا ايكو هلو فانكشن. طيب انا عايز اسال سؤال، هي الناس ليها خلفيه اصلا في البروجرامنج صح؟ يعني عارفه الكود وعارفه البرود تايب والكلام ده يعني، ده تمام. حد عنده مشاكل في الحاجات دي؟ طيب انا كده عملت الديفينيشن بتاع الفانكشن صح؟ طيب عايز اقول الفانكشن دي هتروح انت ايه؟ مش عايز اقول زي الشحن، بس عشان كنت بعمل كده وانا طالع بعمل لو بعمل كده تمام؟ فغلط يا باشا. ايه هلو بس كده من غير القوسين. قشطه؟ حكمة ربنا بقى من غير قوسين. سنتكس كأنك بتقول فايل يعني، كأنك بتقول فايل. فأنت كده هنا لو هنقول الفايل بتاعنا هنلاقيه طبعا ايه؟ هلو فانكشن. حلو كده يا باشا؟ عرفت فانكشن بس. هديك هناخدها واحدة 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 كده تك تك. طيب نفس الكونسبت دي لو حطينا كلمة فانكشن قبليه، هي مفيش أي اختلاف. يعني حط كلمة فانكشن لما تحطها. ايه؟ لو حطيت كلمة فانكشن هنا تشيل السن ده. صح؟ كده شغال برضه؟ تعال نرن. هلو فانكشن اهي. زي الفل؟ حلو. نيجي بقى ايه؟ مع اول كونسبت الفانكشن نيجي للسكوبس. للفاربل سكوب، عارفين فاربل سكوب ولا لا؟ فدايما بيكون عندنا حاجه اسمها جلوبال وحد حاجه اسمها لوكال صح؟ حد عارف جافا سكريبت؟ عارفين الهوستنج؟ الهوستنج انت اخدت جافا سكريبت هنا في المنحه؟ لسه. طيب مش هتاخده. طيب بص يا ريس، في سحر، في سحر كده في الجافا، في الجافا سكريبت في سحر كده، ما اعرفش هتاخده ولا لا. اي حاجه ماشي ماشي. ليه يا عم جافا سكريبت حاجه كويسه؟ طيب في حاجه كده، حاجه كده جامده، في حاجه جامده كده ايه؟ انه بودره قادر كده اي فيرب انت بتعرفه جوه الفايل هو متشاف في كل الفايل حتى لو جوه فانكشن. انت بتبقى عارف تسال عن قيمه الفاربل، الفاربل اتعرف قبل ما اصلك يحصل له رن، لانه بيعمل حاجه اسمها هوستنج جافا سكريبت يعني. بيلود الكود كله بعد بالظبط. هو بيقرا الكود كده ويعرف ان عنده شويه فاربلز كده راح كاتبهم في المسويد ده. اي نعم لسه ما حطهاش فاليو، بس هو عارف ان في حاجه اسمها كده، فمش هيضرب ايرور. بس هيجيب لك داتا غلط. ماشي؟ ركز بقى معايا في الحته دي. لو انا جيت عرفت فار، فار ايه؟ انا بتكلم جافا سكريبت. لو جيت عرفت فاربل بقى اسمه اكس خمسه، وجيت هنا عملت الاكس بتيكوال 10. حلو يا باشا؟ خلينا بقى هنا ونطبع قيمه ايه؟ الاكس بتيكوال 10. خلينا بقى هنا نعمل ايه؟ انسايد فانكشن. حلو؟ كلام الايه الحمصي ده. مثلا هنا ايه؟ نعمل ايكو عشان لو احتجناها بفور الفانكشن كول. عارف انت الديباجنج دي؟ بفور الفانكشن كول. هو لا 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 انا كتبت حاجه في البرنت غلط اصلا. ماشي يا باشا؟ ماشي يا ريس؟ لو جينا احنا قلنا الكلام ده يا ريس،
تفتكر مين اللي يتوقع بقى اللي يحصل؟ 10؟ لا الخمسه الاول عشان انا لسه ما كنتش نديت فانكشن، بعد كده هديت فانكشن 5 بعد كده 10 بعد كده 10 صح؟ يبقى 5 10 10 5 10 10 جميل. عدد بعد مختلف الكلام ده، يبقى هو اي فاربل بيتعرف الفاربل ده متشاف جلوبال على مستوى الفانكشن عادي، ده طبيعي في اي بروجرامينج. تعالى بقى نعمل الانقح. نحن عملنا كده، احنا ما عرفناش الفاربل جلوبال، احنا عرفناه جوه فانكشن. جوه الفانكشن دي حجم هيجي يطبع هنا عادي. هنا بقى في مشكله، هنا في مشكله الاولانيه والثانيه دول فيهم مشكله. هو الفاربل جوه فانكشن صح؟ المفروض ما يبقاش شايفهم، بس هو شايفهم. بص كده، اول مره قال لك انا عندي اكس بس ما فيهاش فاليو، لسه مش شايفها. بعد كده قال لك هلو انا كده اتعرف لي فاربل اسمه اكس، بقى في قيمه 10. لو سالت بعد اي الكول، بعد ما عملت كول هيفضل 10. واحده واحده متفقين كده خلاص. طب نيجي بقى للانح. لو انا جيت عرفت كده اكس هنا بتيكوال 5، انا عايز اعرف فاريبل خاص بالفانكشن بس، ما حدش يعرف يعمل له كول بره الفانكشن. اسمه اكس، اسمه حماده، اي حاجه. اعمل ايه؟ عايز اعرف لوكال فاريبل. كونسبت اللوكال فاريبل احنا لسه ما شفناهوش لغايه دلوقتي، انه يبقى عندي فاريبل عايش طول ما الفانكشن عايشه ويموت لما الفانكشن تخلص، لسه ما شفناهوش. احنا شايفين فاريبل عايش على طول طالما حصل له انيشاليزيشن. فانا عايز دلوقتي فاريبل يعيش جوه الفانكشن ويموت مع نهايه الفانكشن، ده كونسبت اللوكال فاريبل. نحط كلمه لوكال هنا. ساعتها بقى لما تسال على الاكس جوه الفانكشن هتجيب لك الاكس بكام؟ بس لو سالت على الاكس بره الفانكشن هيجيب لك الاكس بكام؟ ب5. طب لو انا شلت الاكس دي خالص كده، لو سالت على الاكس في اي وقت بره الفانكشن الاكس هتكون بكام؟ بفاضي. طب لو سالت جوه الفانكشن 10. تعالى نجرب دي ونجرب دي كده، خلصنا ايه؟ الفاربل سكوب كده 5 10 5 يا شباب، جوه الفانكشن بس اللي اتغير قيمتها. ولو شلنا دي يا شباب هيجيب لك فاضي فاضي 10 فاضي، ضمن كده زي الفل. طيب اتفضل. ب 10 عشان جوه الفانكشن، عشان هما لا ما طلعتش ب 10 دي. هنا كده قصدي صح كده حلو. هنا ما عرفش لسه الاكس صح، اول سطر لسه ما عرفش الاكس. هلو دي عرف الاكس وبقى ب 10 صح. طب السطر الثاني هنا بيسال الاكس، والاكس دي جوه الفانكشن صح، بس انا ما قلتلوش دي لوكال، هو فاهم ان هي جلوبال. وصلت؟ فانا لما هعمل كل الفانكشن الفاربل ده بقى جلوبال بقدرة ايه؟ انا عايز افورس ايوه، ما عشان الاكس كده جلوبال، انا ما عرفتهاش ان هي لوكال. الحاله الوحيده ان ما يشوفهاش بره الفانكشن ان احط كلمه لوكال. وصلت؟ طيب احنا كده يا شباب لعبنا جوه الفانكشن، عايزين بقى نعرف الكونسبت الاساسي بتاع الفانكشن، ان الفانكشن دي بتاخد انبوت وبترجع اوت صح؟ تعالى لو عملنا كده يا شباب وجينا عملنا هنا ريتيرن لعلامة الدولار اكس، حلو كده؟ وجيت انا كده عملت هلو، انا كده عملت ايه؟ كل الفانكشن صح رجالتنا؟ طيب ازاي بقى اخزن الفاليو اللي حصل لها ريتيرن؟ ماشي. طب قصدك تقول لي عامل كده؟ لا ايش معنى واحده واحده؟ هي هلو دي كوماند ترن ولا لا؟
طب لو انا عايز اعرف اخر اكسكيوشن لكوماند بالظبط دولار ساين زي مش زير بقى دولار ساين كويستشن مارك كويستشن مارك كويستشن مارك ده الايه ده الاكسيت ستيت ايوه ماشي ما انا مش دلوقتي لو في كوماند عايز اتاكد هو اتحقق ولا لا لا مش فهمت بس ما اتحقق ولا لا ما عمل التن كام هو دي الاكسيت ستيت ده 1 0 ماشي ايوه راح حلو ثواني طب يا جماعه اسمعوا دلوقتي انا لو عايز اعمل كوماند كوماند ده رنيت الكوماند ده عشان اعرف هو اتنفذ صح ولا غلط بسال على قيمه الاكسكيوشن صح طيب قيمه هو اتنفذ صح ولا غلط مين اللي عاملها مش الديفلوبر اللي عامل الكوماند واحنا اتفقنا لو هو اي حاجه زيرو يبقى دي ترن صح اي حاجه غير زيرو يبقى دي رنت غلط صح يبقى احنا دلوقتي لو جينا عملنا كده وجينا عملنا ايكو علامه الدولار واي بيطلع تمشي معايا واحده احمر طيب هقول كام حاجه كده اتاكد ان انتوا فاهمين الكوماند الكوماند يعني ايه يعني فايل مكتوب باش اتفقين على كده حلو الكوماند ده لما بيترن هو باش سكريبت بيترن مش انا ممكن في الكوماند ده ابقى عامل ريتيرن 0 او ريتيرن 10 او ريتيرن 1 او ريتيرن 2 وفي ستاندرد قايلين عليه ان انا لو الكوماند ده الفايل ده عمل ريتيرن 0 يبقى الفايل ده اتريترن صح او اتنفذ صح اما لو ريتيرن اي حاجه غير الزيرو يبقى ده ريتيرن غلط حلو كده متفقين انا بقول لك الفانكشن بنفس الكونسبت بنفس الكونسبت الفانكشن دي هي كوماند من ضمن الكوماند السكريبت السكريبت ده فيه 200 كوماند انا ممكن اسال مع كل كوماند الكوماند ده كان الاستاتس بتاعه ايه الاستاتس بتاعه ايه الاستاتس بتاعه ايه فانا في الحاله دي بسال الاستاتس على اخر كوماند اللي هو ايه اللي هو الفانكشن فانا بسال على الاستاتس بتاعه الفانكشن قال لي الفانكشن عملت ريتيرن رقم 10 ايه الغريب اللي في الموضوع انا ما انا مش حلو صح بالسكريبت انا مش بسال على ريتيرن السكريبت اللي اسمه اري انا بسال على ريتيرن السكريبت على الكوماند بتاع هلو ايوه بس يعني انا يا شباب لو عملت كده بي دبليو دي غلط انا كده بسال على الريتيرن بتاع الكوماند بي دبليو دي الله ينور عليك بيسال زيرو او واحد على حسب هو التنفيذ الصح ولا الغلط عشان هو بقى في حالتك انت الدولار كويستشن الدولار كويستشن مارك دي بتسال على هلو فدي كده منطقيه يبقى انت لازم تسال على الريتيرن بعد ما تعمل كل فانكشن على طول ما ينفعش دي كده هقول لك الطريقه الثانيه نعملها ايه اصلا انت عايز ريتيرن اري ريتيرن سترينج سترينج ماشي هقول لك الطريقه الثانيه دي الطريقه الثانيه من الريتيرن يعني هقول لك الفانكشن مش عارف ايه حلو تعال نشوف فهمت قصدك انت بتقول لو انا ما عملتش ريتيرن كده فيا ترى الاول بتاع الفانكشن الكلام منطقي صح زيرو عشان مفيش كده انت هو بيساوي الواي بالفانكشن تبين برضه لا لازم نعمل حاجه بقى دي الطريقه الثانيه هقول لك هنعمل ايه دي الطريقه الثانيه في الريتيرن اعمل كده سبيس مثلا في الاكس حاضر كده ده ايرور في الديفينيشن طلع واحد بالظبط وانت لو عايز تعمل كده لو انت عايز تعمل الكوماند تتاكد هو ريتيرن صح ولا غلط يا تعمل اوفر رايت تخليه زي ما هو 0 1 قول يا باشا الواي على النورمال مش معاه الواي دي عايزه على هاللو عشان اخر حاجه قبليها غير اللو
فالكويستشن مارك دي بتجيب اخر ستيتس اخر كوماند ترن. الله ينور عليك. ما ينفعش افصل هنا كمان، يعني ما ينفعش احط هنا بي دبليو دي مثلا او احط اي كوماند ما بينهم، غلط. ايوه هيجيب بتاع بي دبليو دي زي الفل. يعني انتوا جايبين يعني يا جدعان. طيب افرض بقى عايز ريتيرن سترينج او ريتيرن داتا عاديه بقى والكلام ده، العب زي ما عايز. قال لك خلاص بسيطه، كل اللي هنعمله هنعمل هنا فانكشن، وبدل ما نعمل كلمه ريتيرن هنعمل ايكو رايز. هنعمل ايه؟ ايكو ايكو مثلا هلو لينا بس، وهنيجي نعمل هنا ايكو لكده رايز. تعالى بس نعمل دي كده. ايه اللي حصل ده؟ ده اللي حصل ده أو ممكن نعملها بمنتهى البساطه عشان ما تتلخبطوش. نعمل كده نفس الكونسبت القديم عشان برضك الباشمهندس قالت عليه. انا ممكن اعمل ايكو هلو هنا كده، حلو؟ ده الريترن بتاعي، ده اللي هيكون الريترن بتاعي. وبدل ما هعمل واي ايكوال هلو، لا لازم اعمل بقى الاندر سكور علامه الدولار ساين سوري، وبعد كده الكوسين فانكشن واحط جواها ايه؟ هلو. فكده الاوتبوت بتاع الايكو هيتخزن في الواي. انا ينفع هنا اجي اطبع الايه؟ الواي. دول الطريقتين الريتيرن. وصلت؟ دول طريقتين الريتيرن. ايه؟ دي قشطه، دي افضل. ماشي. انت خد الستاندرد الاولى افضل، بس دي هتنفع لكل حاجه بقى. دي ممكن ما تعملكش مشاكل. طيب. اخر حاجه خالص، ازاي اباصي بارامتر للفانكشن؟ نفس الكونسبت، اقسم بالله ما في ب3 جنيه فكر. لما كنا بنيجي نباصي بارامتر او ارجومنت للباش سكريبت او للفايل، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي نقول ايكو علامه الدولار 0، علامه الدولار 1، علامه الدولار 2، او علامه الدولار استريك، واجي اقول الفانكشن هنا هلو واديها الارجومنت اللي انا عايزه. صح ولا لا؟ ايه؟ سامع؟ لا مش هيبقى فيه لازم. ما بيتبصش كده. عايزين نعمل كومنت ده. ايه اللي حصل يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت كول للفانكشن اللي اسمها هلو، صح؟ اديتها كام ارجيومنت؟ 2، واحد اسمه مينا ناجي وواحد اسمه تيست، نسيت محمد عشان الوحده الوطنيه، انا اسف. قشطه؟ بعد كده رحت جيت قلت لها اعمل لي بقى الدولار 1 ده اللي هيكون الارجيومنت الاولاني، الدولار 2 ده الارجيومنت الثاني، الدولار 3 ده الارجيومنت الثالث. الدولار الرئاسي ده الكل. فلو انت فهمت كده الكونسبت الباش هتلاقي ان الفانكشن عامل شبه الفايل. شبه الفايل بنديها نفس الارجيومنت وبناخد نفس الريتيرن. فهي كانها كوماند لوحده. كانها فايل لوحده. فالدنيا بسيطه خالص في الفانكشن، ما فيهاش ب3 جنيه فكر يعني. كده خلصنا الفانكشن خالص. فاضل لنا سطرين بس ما لهمش تاني. ايه هما؟ ويبقى خلصنا خالص. ايه؟ اوكي. ده فكر صح. عايز تقول ان انا كان في هنا ايكو مثلا تيست بس، صح كده؟ هو ايرور بس عشان السطر ده. عمل تيست هلومي تابع كله، بيطبع كله ده زي بقى. تيست وهلومي اهو. شباب هو انا لو عايز ما دخلش ماشي بقى. ايه
فاريبلز بس. هتعمل هنا دولار بقى دولار اسم رقم الفاريبل اسم الفاريبل صح؟ دولار اسم الفاريبل اكس كده بس. فاهم قصدي؟ بس طيب اخر حاجه ايه يا شباب؟ تعالى نعمل سطرين هنا ب 3 جنيه ايكو ايكو مينا ايكو محمد. بص يا ريس، لو انا دلوقتي عايز اعمل ديباجنج للفايل ده اخر صفحه في الباش، عايز اعمل ديباجنج للفايل ده نعمل ايه؟ بنيجي نقول باش ماينس اكس لاسم الفايل اللي هو دوت سلاش array underscore لكتشر ديم. هنلاقي ايه بقى؟ بص كده يا ريس، قال لك انا لقيت السطر الفلاني. السطر الفلاني ده انا نفذته كان الاوتبوت بتاعه الحاجه دي. بعد كده لقيت السطر الفلاني. رحت نفذته. ما لقيتش بعد ما نفذته اي اوتبوت بتاع التيرمينال. فخلاص كده. بعد كده رحت نفذت الكوماند ده، والكوماند ده كتبت لك عليه هو روتس، ملاحظه ان دي ابند فاليو. هو دي قادر يفهمها. بعد كده راح قال لك انه الكوماند ده انا لقيته ده بيسيف ال ال اس اوت. او دول اسم الكومنتات، دول الكومنتات اللي احنا قريناها، اللي احنا كنا عاملينها هنا. زي دي. بعد كده فضل ينفذ، بعد كده قال لك ان انا لقيت هنا دي هلو فانكشن. لقيت جوه الفانكشن دي، لقيت جوه، خلي بالك الفانكشن عمل لها بلس. يعني شايف؟ مش بلس 1. بلس 1 يعني دي انت ما رحتش في سكوب تاني، انت في نفس الفايل. التو بلس دي يعني بيقول لك انا كاني رحت الفايل تاني، اللي هو الهلو الفانكشن دي. بعد كده قال لك انا لقيت جواها ايكو تيست. بعد كده لقيت جواها ايكو هلو. ملاحظ ان الاثنين دول ما لهمش اوتبوت، عشان لسه الاوتبوت بتاعهم ما اتحققش. بعد كده قال لك انا لقيت واي فيها تيست هلو مينا بقى. بترن الفايل التاني. يعني الفايل اللي فيه الفانكشن انت بترن. بعد كده يا شباب قال لك انا لقيت ايكو مينا ناجي، وكان الاوتبوت بالتالي كذا. بس الفايل اللي انت شفته ده هو كده رن كل حاجه صح؟ شباب احنا خلاص فاضل دقيقه ونخلص. حرفيا فاضل دقيقه ونخلص. فاحنا كده يا شباب باش ماينس اكس دي معناها عملت ايه؟ مسكت سطر سطر في الفايل، سطر سطر في الفايل، وعملت له تيست صح؟ عملت له ديباجنج. طيب اذا انا عايز اتيست مجموعه من الديباجنج المجموعه من السطور اعمل ايه؟ مش عايز اعمل على كل السطور. كل اللي هاجي اعمله هنا يا شباب ايه؟ انا عايز مثلا على السطرين دول اديباج عليهم بس. فاعمل قبليهم ست ماينس اكس، وبعد ما اخلصهم هعمل ست بلس اكس. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي انه نفذ كل حاجه عادي هنا، وجي عند الامر اللي احنا عملنا عليه ست اكس وعمل عليه ديباج. فشلت؟ هو في يا جدعان؟ ده سبام، سبام ومش راحم يعني شغال ايه؟ اعتقني. خلاص يا شباب؟ ده كان اي اخر حاجه في الدنيا. تعالى نبص على السلايد بس بسرعه. طيب هنا الاريه يا شباب، التعامل مع الاريه، وهنا بيعرف بقى بالاندكس. طبعا انت هتلاقي حاجات كتير ازيد ايه من اللي في السلايدز. بعد كده هنا عرف فاريبل اسمه اي، طبعا من نوعه انتجر. وبعد كده ابتدى يتحط مع الاريه دي اندكس اوف 0 حط فيها 50، اندكس اوف 1 حط فيها هابي مش عارف ايه وبتاعه. قال لك خلي بالك انه ممكن يبقى عندك حاجه اسمها الباد نمبر لو انت كان ايه في اس اتش، ماشي؟ يبقى لازم تدخلها ايه ارقام. طيب بعد كده راح قال لك انا عايز ابرنت الاري كلها. طبعا احنا عارفين ان الاستريك هي الاد. طب انا عايز اعرف ايه الفرق بين الاستريك والاد؟ حد يعرف؟ لا في فرق تاني، في فرق وحيد بين الاستريك والاد. لا مش بتكلم، لا مش بتكلم في البتر، مش بتكلم في البتر، انا بتكلم في كونسبت الاري، او في كونسبت اللي علامه الدولار استريك وعلامه الدولار اد.
العلامة الدور سايد ابصرش عليها ولا يا دوب يبقى ليفل بس. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين علامة الدولار سايد اري اوف ات او اري اوف استريك؟ الاثنين ليهم نفس الاول بس في فرق وحيد ما بينهم. يعني لا يعني انا عرفت شويه ما حددتش دي بحاجه معينه. لا بس هو لسه يعني سيرش ما تفقدش شغف. بعد كده هنا اتكلم على الفانكشن يا شباب. بعد كده هنا اتكلم على كونسيبت اللوكال فاريبلز اللي احنا جربناه. بعد كده هنا طبعا بعد ما بيشوف بيقول لك ان احنا لو عايزين نعرف هو فانكشن الفانكشن دي بنقول يا فانكشن بعد كده الفانكشن نيم وبعد كده الكوماندس. بعد كده هنا اكزامبل لو انت عايز تعمل فانكشن بتعمل انكريمنت سم. بعد كده هنا اتكلم على الهاندلنج بتاع الايرور والدباجي قول يا بوس. ايه؟ يا بوس؟ يعني انت قربت شويه. طب اديني الفرصه خلاص. لا. بس يا ريت الدور ده في لا في حاجه لازم تخليها تعمل كده. انت قلت نص الاجابه. نص الاجابه فيها فرصه. ما البونص عليه ايه؟ كام يعني؟ عليه ربع ضرب. ربع ضرب؟ هندات الايرور والديباجنج يا شباب عشان اديباج يا اما بعمل باش ماينس اكس وبعد كده بيتباج كل الفايل يا اما ابتدي على السطور اللي عايز اعمل عليها ديباجنج بحط سيت ماينس اكس وبعد ما اخلص السطور اللي عايز اعمل عليها ديباجنج بحط سيت بلس اكس. اشتغل رجلتنا وكده خلصت وكفى المهمين شهر الكتاب.